علمت قناة شوف تي في أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أمر قبل قليل من يومه الجمعة بمتابعة ابتسام باطمة في حالة اعتقال وإيداعها السجن الوداية. وجاء اعتقال ابتسام باطمة بعد أسابيع قليلة فقط من اعتقال عائشة عياش، والتي كشفت المستورة وأظهرت حقيقة تورط العديد من الأسماء المعروفة في ملف حمزة منبيبي. تجدر الإشارة إلى أن ابتسام متابعة بتهم المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية المعطيات عن طريق الاحتيال وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر.